عليكم، اهلا ومرحبا بكم في حلقه اليوم صباحيه الدزام اللي ككل يوم ثلاثاء تنستضيف فيها سيده من انحاء المغرب باش تورينا حنه ايديها. اليوم جاينا السيده حنان بن فضيل من مدينه تونس باش تقدم لنا التعاونيه ديالها المختصه في التين المجفف والاعشاب العطريه. معنا كذلك اليوم الدكتور فؤاد زهراني غادي يخصص الفقره ديالو للمناطق الرطبه بالمغرب والاهميه ديالها. واخيرا اولا غادي نبداو مع الدكتوره ناديه مزيان متوكل في فقره امومه. مرحبا بكم معنا في صباحيه اليوم. دكتوره السلام عليكم. اهلا وسهلا. اهلا بك دكتور. كل شيء في امان الله. الله يسلمك. نعود مره اخرى نظرا للاهميه التي تكتسيها هذه الفقره او هذا الموضوع، غادي نرجعوا لمسحه العنق او لو فروتي، نعرفوا الاهميه ديالو مره اخرى و الدور ديالو في اكتشاف سرطان عنق الرحم. تكلمنا على سرطان عنق الرحم والعلاقه المباشره اللي تسربتوا بهذا الكشف السهل جدا اذكر، وجبتي لنا كل شيء باش نعرفوا بانه سهل. شنو هي العلاقه، هذه العلاقه المباشره بين الاثنين؟ فعلا شكرا على المقدمه. فعلا هذه تحليله كتهم السيدات كاملات يعني اللي مزوجات او لا اللي فاتت مزوجات او لا اللي عندهم علاقات جنسيه، اي سيده معنيه بهذا الموضوع بطريقه مباشره. كنعرفوا ان الامراض كتمشي بجوج المراحل، كاين المرحله الصامته وكاين المرحله اللي غتعطينا الاعراض. الهدف وهو نشخصوا المرض قبل ما يبدا يعطينا الاعراض باش نتحكموا فيه، باش نحافظوا على الرحم ديال السيده وعنق الرحم. وكنعرفوا هاد الاعضاء راه عندها دور كبير في الصحه النسائيه، الانجاب الى اخره. دونك نشخصوا هاد المشكل هذا كيفاش؟ كنعرفوا للتذكير باش الناس بكل صراحه يتبعوا معنا، عندنا الرحم وعندنا العنق ديال الرحم وعندنا طبيعه الحال المهبل. كنتكلموا على هاد العضو اللي مهم كيقدر يمرض وما عندناش اعراض، يعني كيدخل فيروس عن طريق العلاقات الزوجيه غيمشي لهاد المكان بالضبط، هاد المكان واحد المكان معين ديال عنق الرحم. دونك الفيروس كيدخل الخلايا ديال عنق الرحم، مازال السيده ما كتحس بتا شي حاجه، ومن بعد واحد المده هذيك الخلايا على حسب المناعه ديال السيده اما هذيك الخلايا غترجع سليمه غتحيد لو فيروس، اما لو فيروس اللي كنسميوه HPV هيومن بابيلوما فيروس غادي يمرض الخلايا ديال عنق الرحم وغتولي خلايا حامله الفيروس، ومن بعد خلايا ما قبل السرطان، ومن بعد واحد المده اللي تتمشي حتى لسنين غادي يولي سرطان بحد ذاته. يعني الخلايا تولي سرطانيه. واضح. دونك بغينا نشخصوا قبل ما يظهر سرطان بهاد التحليله بسيطه، وكنسطر على بسيطه. يعني هاد التحليله الخلايا باقي ما ولاش سرطانيه نقدروا نعرفوا بان السرطان جاي؟ فعلا فعلا كنعرفوا واش كاينه خلايا سليمه على حسب هاد النتيجه هذه اللي غادي هاد التحليله اللي غنتكلم عليها. واش عندنا خلايا ديال عنق الرحم سليمه؟ واش كاينه خلايا حامله الفيروس؟ واش كاينه خلايا ما قبل السرطان؟ ومع الاسف بعض الحالات كنلقاو خلايا سرطانيه. دونك تحليله بسيطه وسهله غير مكلفه وفي متناول الجميع. قلتي ثلاثه الحالات اللي حامله الفيروس ما قبل السرطان والسرطان، يعني حتى اللي غير اللي حامله الفيروس وماشي ما قبل السرطان، يعني في الاول ديال الاصابه بسرطان عنق الرحم ولا البدايه ديال المراحل ديال الاصابه بعنق الرحم تقدروا ديتيكتيو هذيك الخلايا اللي ماشي عاديه. اللي ماشي عاديه واللي ماشي مازال ما ولاتش سرطان. وفي هذه اللحظه الا شخصنا المرض تدوز سهله. كدوز سهله، كنعالجوا المكان اللي فيه الخلايا ديال الفيروس او المكان ديال العضو الرحم اللي فيها الخلايا ما قبل السرطان، والسيده غتحافظ على العنق ديال الرحم ديالها وغتحافظ على الرحم ديالها كامل. دونك تحليله بسيطه غير مكلفه ما فيهاش الالم. واخا دكتوره سمعت بان خصنا نبداو نديروها، النساء خصهم يبداو يديروها من عمر ديال 21 سنه الى عمر 65 سنه والانتظام عليها
كل 3 سنوات. المعلومة صحيحة ولا لا؟ صحيحة. دونك كتدار التحليلة الأولى ديال فحص عنق رحم، المسحة سميناها مسحة لحقاش غادي نوصل للمرحلة التطبيقية، يعني السيدة غادي تمشي لعند الطبيب، فحص عادي غير مكلف، غادي نمشيو الفحص كنشوفو طبيعة الحال عندنا الجهاز باش كنفحصوا عنق الرحم، باش كنوضعوه في المهبل، باش كنحلوه، باش كيبان لينا العنق ديال الرحم. دونك حنا درنا دونك تيبان عنق الرحم، تيبان لكم غير من النظره. واش تقدر تبان لكم بان كاينه شي حاجه غير طبيعيه؟ النظره كاين جوج الحالات، اما كاين مشكل كيبان، السيده ما كتحس بوالو ديك الساعه. الا كان مشكل غناخذوا عينه، ما غاديش نديرو. بانت لك في عينك انت في التشخيص السريري بانت لك شي حاجه ماشي هي هذيك، غتاخدي بيوبسي. ما غنديرش المسحه ديال العنق الرحم، غناخذ عينه لان باين كاين مشكل. باين كاين مشكل والسيده مازال ما كتحس بحتى شي حاجه. نفرضوا غير التقليبه راها مهمه مهمه بزاف. دونك انا شفت العنق الرحم، نفرضوا ما لقيت فيه حتى شي حاجه، الفحص بالعين ما كافيش طبيعة الحال. هنا خاصنا الخلايا، الخلايا. دونك اشنو تنديروا؟ ها حنا غنفحصوا السيده، غادي ناخذ هاد الفرشات. يعني رميتي عينك بان لك ما كاين حتى شي حاجه، شي لون مغاير ولا شي حجم ماشي هو هذاك. دابا غدوزي المسحه ديال العنق، المسحه ديال العنق ديال الرحم. دونك هاد الفرشات معقمه، يعني تتحليها قبل السيده معقمه. دونك غادي في الفحص العادي غندخلها بشويه بشويه باش هاد الفحص ما يكونش فيه الالم. دونك جينيرالمون ما تيكونش فيه الالم، ما كيكونش فيه الالم. دونك كندخلوها تدريجيا بشويه بشويه حتى كنوصلوا لهذا المكان، يعني اللي هو كنسميوها لا زون دو جونكسيون، يعني اول مكان اللي غادي يهم هذا المشكل ديال العنق الرحم. دونك كنمسح، كنحرك، كندور غير بشويه، وملي كندير هذه الحركه اش كناخذ معايا في هذه الخلايا؟ الخلايا ديال العنق الرحم. دونك كندور الخلايا اللي كاينين في هذيك لا ميكوزا، هذاك السائل اللي تيكون تما. لا ماشي السائل، واش هو في الانسجه ديال لابو اللي كاينه تما؟ لابو اللي ماشي لابو، لا ميكوز. لا ميكوز فوالا. يعني شفت اللي دخلتها بشويه تدريجيا، دخلتها باش ناخذ الخلايا من الداخل والخلايا من الخارج، واحد المكان اللي كنسميوه لا زون دو جونكسيون، يعني باش كتكون عندي تحليله عنق رحم. عنق رحم باش كتكون تحليله مضبوطه ومضمونه ماشي سطحيه. شحال الوقت ياخذ هذا الشيء؟ ما كملش دقيقه. واضح. دونك انا كملت سيداتي، اوكي انا كملت. دونك كناخذ هاد الفرشه الفوق من هنا الفوق، من نمشي هنا حيت عندي الخلايا بجوج يدين كنحل. دونك هاد القريعه فيها واحد السائل اللي غادي يحافظ لي على هاد الخلايا باش تمشي للمختبر وهي مزيانه للتحليله. دونك كنوضعها صافي وتصيفطيها للابوراتوار. صافي كنكتب واحد الورقه فيها المعلومات، السن، واش السيده شحال عندها الاطفال، واش باقا كتجي هذا من الحيض او لا، كتمشي عند المختبر. التحليله في المختبر يومين ثلاث ايام. التحليله في المختبر ماشي غير سهله. المختبر شنو كيدير؟ عنده الميكروسكوب، المجهر، غادي يوجدها ويشوف الخلايا في المجهر، خلايا سالمه، خلايا حامله للفيروس، خلايا ما قبل السرطان، او خلايا سرطانيه، او خلايا سرطانيه. في نظرك دكتوره علاش العيالات ما تيبغيوش يديروا هذه المسحه اللي وضحنا اليوم كم هي سهله وغير مكلفه؟ دونك علاش بالنسبه لك انت اللي محتكه مع سيدات من قريب وفي طيله حياتهم النسويه نقولوا، علاش بالنسبه لك تيتردوا انهم يمشيو يديروا هذه المسحه؟ شكرا على السؤال، هذا هو صميم الموضوع. بزاف السيد كلهم كنسولهم، الجواب الاول اللي خاطئ، هذه الاجوبه كلها خاطئه معذره. كتقول لك انا مازال صغيره، غير معنيه بهاد التحليله. لا سيداتي، ملي كيبداو العلاقه الزوجيه ولا الجنسيه، انت معنيه بهاد التحليله ضروري ومؤكد بطبيعه الحال، والفيروس ما كيبانش بالعين، خصنا نقلبوا عليه. السبب الثاني اللي حتى هو خاطئ، كتقول لك انا ما عنديش الامكانيات باش نديرها. سيداتي هاد التحليله ما كتعداش 300 درهم، بين 150 بكل صراحه 200 درهم حتى ل 300 درهم في العام. التحليله الاولى في العام الاول، التحليله الثانيه في العام الثاني، يعني عكار وفغاجو ولا هذا راه درت واحد الحساب، لقيت كل نهار نقدروا ندير واحد شي حاجه بسيطه باش نكملوا في العام. دونك من بين الاسباب كتقول وهذه راه الصحه ماشي شي حاجه تكميليه ولا تجميليه، فعلا كنتكلفوا بزاف د الحوايج، ما نساوش الصحه ديالنا هي الاولى. العلامات السبب الثاني الله يخليك، غير قوس في هذه النقطه هذه، واش التغطيه الصحيه فعلا تتغطي هاد التحليله هذه؟ فعلا داخل
كل شيء، التغطية الصحية الإجبارية، شركة التأمين، كلهم كيتكلفوا بهذا الشيء. ما كاينش عذر مادي كاع. كاين السيدة كتقول لك أنا خفت لنتقصح. سيداتي هاد التحليلة ما في بحال كنمسح مسحة عنق رحم، ما كاينش فيها الألم أبدا. يعني الأسباب كل كتقول لك أنا العائلة ديالي ما فيهاش سرطان. سيداتي هاد المشكل راه ماشي وراثي، راه فيروس. يعني داكشي علاش التذكير مهم، باش اي سيده ما نكرهش من دابا غادي تقيدها في لاجوندا دي. اي سيده، اي زوج، اي بنت، اي تقيدها. امتى درت الفحص عنق رحم اخر مره؟ وبزاف السيدات كيصحاب لهم ثاني من بين الاسباب انها دارته مره صافي. لا سيداتي، درتو هذه المره وخرج سليم، امتى خصها تعاودو؟ العام اللي جاي خرج سليم، حتى هو على عامين 3 سنين. عامين 3 سنين والمشكل انتهى. امور واضحه وما عندها علاقه بالسن، عندها علاقه بالعلاقات الجنسيه. فلا بديتي العلاقات الجنسيه خاصك تمشي ديري الفخوتي كيف ما قلنا. كاع الاعذار غير مقبوله، فما بقى عندك حتى شي عذر باش تمشي ديها في راسك وتفادي مشاكل عميقه وكبيره جدا. شكرا لك دكتوره ناديه مزيان متوكل. ادعوكم مشاهدينا اليوم للتعرف على السيده حنان من فضيل، جاتنا من مدينه تونات وجابت معها شريحه غزاله نتعرفوا على حنان تيديها. لاله حنان، السلام عليكم. مرحبا بك في صباحيه الدوزام. بارك الله فيك. شكرا حجيتينا من مدينه تونس. كي خليتي الاجواء تمتا؟ نتوما البرد قاصح. حنا البرد يا كان شي شتوى ولا والو؟ كان شي شتوى ولا والو؟ كاين اي شتوم كاين الثلج. كاين الثلج الحمد لله. هذا الثلج كله غيعود علينا بالنفع ان شاء الله. يا ربي ان شاء الله. تونس من بين المناطق المعروفه بالشريحه او التين المجفف. انت اختاريتي انك ديري هذه هي المهنه ديالك، علاش؟ كما قلتي الاخت سميره، بالنسبه علاش اختارت ان التعاونيه انتاج التين، لان ديك المنطقه كما كتعرفي بانها معروفه بالتين. داكشي علاش انا اختارت انتاج التين، حيت لحقاش داك المنتوج كاين بزاف وبكثره. وحنا تنعرفوا يعني المنافع ديال الشريحه ولا التين المجفف والاقبال ديالو من طرف كل المغاربه، فاختاريتي منتوج مغربي محض مفيد جدا وعنده علاقه بالارض اللي عايشه فيها. انا بغيت نعرف الانواع ديال التين المجفف اللي باغي يشريه، شنو هي النوع اللي خاصو يمشي يقلب عليها؟ حيت انا ما كنتش عارفه بان كاين التين مجفف اسود بحال هكاك، ما كنتش عارفه بان كاين التين صغير محلول. شنو من الفرق ما بين هاد الانواع كلهم اللي تستقدمي؟ بالنسبه لاختي سميره، بالنسبه للتين المجفف الابيض فيه انواع. كاين نابوت. شنو هو نابوت؟ النابوت هو هذا. هذا هو النابوت، هو اللي كاين بكثره في مدينه تونات. وكاين السبتي. شنو هو السبتي؟ وكاين السبتي، بالنسبه للسبتي كاين بنسبه قليله. حنا دابا السلعه دابا مخلطه، فهمتي؟ حيت لحقاش ماشي في البدايه ديال الموسم ديال التين. قلتي لي قبيله بان كان خاصنا نعيطوا لك في شهر تسعود. شهر تسعود علاش؟ حيت لحقاش شهر تسعود ديك الساعات كتكون كيكون الانتاج بكثرة. واجد وبكثره. تيكون يعني المنتوج طري. واخا ولي على هاد الشريحه انا عمري ما شفتها، ما عرفتش واش تشوفوها ولا لا. هاد الشريحه صغيره ومحلوله شي شويه. شنو هي هاد الشريحه؟ شنو سميتها؟ هاد الشريحه البيضاء كتكون مفلقه في الشجره. مفلقه في الشجره، يعني محلوله في الشجره. محلوله في الشجره. علاش؟ حيت لحقاش حنا ملي كنذكروا الشريحه فوق شهر 6 يعني تتلقحوها؟ كديك كتكون واحد الشنيونه في ديك الدكار. حنا ملي كنذكروا الشجر ديك الشنيونه كتدخل في ديك الشريحه بزاف بالكثر. علاش؟ كتشرح. في الشجره. وماشي مضره هذيك الحشره؟ لا. باش ما تطيحش هذيك. علاش كنذكروا حنا التين المجفف؟ باش ما تطيحش الكرموس. ما يطيحش الارض. وتا هي عندها مذاق في الشكل ولا بحال هكا؟ هي عندها مذاقها خاص. كل عندها حاجه إقبال. عندها عليها اقبال. واخا هاد الشريحه الاخرى شنو هي؟ عمري ما شفتها انا هذه. هذه الشريحه الكحله. كاين عنق حمام. عنق حمام. سبحان الله. كاين عنق حمام وفيها انواع، عنق حمام والغدان واريل والنقال. تبارك الله، هذه كلها انواع. كلها في المغرب، في الارض ديال المغرب. ما شاء الله، وكلهم عندهم منافع ديالهم. واش كاين تفاوت في الاثمنه ولا في الافاده ولا في الاستعمال ديال هذه الانواع كلها؟ بالنسبه لكل واحد وعلى حسب الاختيار ديالو. كاين اللي كيفضل شريحه هكا كما راكي تشوفي، كاين اللي كيبغي الشريحه هكا مشرحه. واخا انت خديتي المنتوج الاصلي الشريحه، ولكن عطيتي حياه اخرى، درتي وصفات مغربيه تقليديه بحال اللي تنديروا ديال الشريحه بزيت العود باش على ولد البرد. شنو الوصفات اللي اقترحتي على
لي كليون ديالك الزبناء ديالك؟ مثلا كاين الزبون اللي كيبغي شريحه مع الثوم وزيت العود، كاين الزبون اللي يبغي شريحه من السما بالزعتر وفليو. هادو كلهم انت وجدتيهم. كتنشري لله حنان واحد الشريحه محلوله، يمكن هذيك دوزان محلوله مكرمه فيها الزعتر، حتى هي تديروها؟ حتى هي كنديروها. تجيل جديده بزاف. هذه منسم بالفليو والزعتر. نقدر نحلها؟ شحال هي؟ شوفي هذه، نشوف هذه. هو نيت. بسم الله بسم الله. دونك حلاه نقدر؟ بسم الله. ها هما حلاهم ومنسماهم. هذه هذاك عنق الحمام لا؟ هي اللي مستعمله هنايا. الله يعطيك الصحه، الريحه غزاله. بارك الله فيك سميره. والاخرى درتيها بزيت العود؟ هذيك الاخر بالثومه. هذه الاولى بالثومه؟ هذيك الثانيه بالثومه. هذه بالثومه وهذه باياش؟ هذاك كونفيتي مربى. مربى ديال الشريحه؟ ديال الشريحه. جديد بزاف تيكون مربى ديال الشريحه. واخا. وعاد باش كاين الاعشاب منسمه. دابا انا بغيت نرجع معاك الفكره ديال التعاونيه. كيفاش فكرتي ديري تعاونيه؟ وكيفاش تبديتي التعاونيه؟ يعني منين الانطلاقه؟ الانطلاقه يعني التكوين ديالك، حيت ماشي ساهل يكون عندك تعاونيه وتكون عندك ناس مخدماهم معاك وتاخذي المنتوج من الاصل ديالو وتخرجي فحال هكذا، ماشي ساهل. فين لقيتي العون يعني الدعم ديالك وكيفاش بديتي؟ حنا في الاول كبدايه قبل ما نديروا التعاونيه كنا كنبيعوا كنشريوا في الشريحه وكنصاوبوها، كنا كنديرهم في طويصات ديال البلاستيك. من بعد بقينا كنفكروا قلنا علاش ما نديروش تعاونيه. بقينا يعني انتم عندكم الارض اللي فيها، عندكم الكرم. عندكم الكرم. ياك عندكم الكرم وتتجنيوه بنفسكم موالفين تتبيعوه. بغيتوا تعطيو اطار قانوني. بغينا نديروا له اطار قانوني، يعني نبقاو نبيعوا ونشريوا داك الشيء قانونيا. فكرت انا والزوج ديالي قلت له علاش ما نديروش تعاونيه. قال لي حتى هو قال لي واه علاش ما نديروش تعاونيه، ودرنا تعاونيه. صافي. من بعد حيت حنا كسبنا في الاول، كسبنا كليان، كسبنا الثقه ديال الزبناء ديالنا، ومن درنا تعاونيه زاد اقبال اكثر. الحمد لله. الحمد لله. علاش شنو باين لك الفرق ما بين انك تبيعي عادي ديريكت للزبناء ديالك والفرق ومع يعني التعاونيه في اطار قانوني مهيكل ديال التعاونيه؟ شنو الفرق؟ واش الناس ولات عندكم مصداقيه اكثر؟ الناس ولاو تيثيقوا في المنتوج ديالكم اكثر؟ بالنسبه باش درنا تعاونيه الناس يعني كتكسبي ثقه تاع ديال واحد الشخص يبغي يشري منك. حيت لحقاش اي واحد يعني انت غادي تقولي له انا كنبيع الشريحه وهذه، يقولوا ربما ديك الشريحه اللي راه عاطينها لي ماشي هذيك هي اللي في المستوى ولا اللي انا باغيها. وراه فاسده وراه ما مزياناش. فاش تقولي تعاوني عارف بان كاين تما كاين مراقبه وكاين ترخيص وكاين بزاف د الحوايج الشيء اللي قمتي به ياك. احنا بالنسبه غير بالنسبه للتعاونيه احنا ما عندناش لونصه، يعني باقي مازال ما درنا لونصه، حيت احنا جايين في منطقه جبليه كما كتعرفي وجايين يعني الدار ديال التراب، فهمتي؟ يعني ما يمكنش انهم غادي يعطيونا لونصه. يعني وحنايا عندنا واحد المعيقات، واخا يعني اننا خدامين الحمد لله، ولكن عندنا واحد المعيقات بالنسبه للطرق باش كنخرجوا السلعه باش كنديوها والباكاجينغ باش تصوبوا لهم هذا الشيء، يعني التعلاب ديالو كيفاش ديري ليه وانت في منطقه بعيده بزاف؟ والتعلاب ديالو حنا اضطرينا شرينا الماكينه ديال التغليف. شرينا الماكينه. وفين لقيتي الدعم لاله حنان؟ الدعم حنا لراسنا، ما خدينا لا دعم لا والو، دفعنا للغرفه ديال الفلاحه في تاونات ودفعنا الدعم، ولحد الان هذه عامين باللي اسسنا التعاونيه، لحد الان مازال ما عيطوش. وعلاش ما مشيتيش للمؤسسات اللي معروفه بحال المكتب الوطني للشغل اللي كنا استضفناه المره اللي فاتت؟ علاش ما قلبتيش على يعني مؤسسات اللي تقدر تعطيك التكوين وتسهل عليك الماموريه؟ فكرتي فيها ولا مازال؟ فكرت فيها. فكرت فيها. فكرت في المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. البشريه طبعا هما تيساعدوا. دونك انت يمكن غير انك بعيده، ولكن تنعرف بان كاين مكاتب جهويه ولا لا؟ كاينين. ايوا اش تسناي؟ هذا المنتوج خاصنا نلقاوه عندنا حنا في الدار البيضاء في كل مناطق المغرب. فين تتبيعي على ذكر؟ حنا كنبيعوا الاغلبيه باغ انترنيت. هكذا. بحال مثلا اختي سميره مثلا في الوقيته ديال بحال دابا راكي عارفه الطقس والمناخ، يعني من كتكون الشتاء وكل شيء حنا كنقطعوا الواد عاد كندوزوا السلعه. يعني من كيحمل الواد ولا كنبقاو محدودين. يعني السلعه يعني كنباليوها ونسقدوها، شي مخطرات كنصيفطوها لوجده للعائله. تما كي من يبغي شي كليان
كنعيطوا لهم هما يليفريو السلعه. يعني عندكم باقي عندكم مشكل في التسويق نظرا للبعد والمشاكل الجغرافيه اللي تتعيشوها. لربما خاصكم تطرحوا هذا المشكل لهذه المؤسسات اللي لقاو لكم حلول. نتمنى نستضفك مره اخرى لاله حنان باش تجي تقولي لي راه عندي لونسا وان شاء الله الشبكه ديال التوزيع ديالنا كبرات، ولما لا تفكري حتى في الاسواق الخارجيه باش تبيعي المنتوج ديالك اللي اذكر هو منتوج مغربي به تنعاونوا ناس كاين في مناطق جبليه وعره، به تنشجعوا الاقتصاد المغربي، به تنشجعوا المواد المجاليه المغربيه. فهذا الشيء كلشي يدفعنا اننا نستهلكوا هذه المواد. الاعشاب كلها متونات؟ كلها متونات باليد ديالها، مصوب هذاك الشيء مقطوف مصوب على يديك كما كتعرفي. بلا تونات بلا عندها بزاف ديال الاعشاب، ازير بلدي يعني منتوج محلي. بحال دابا الزعتر اللي مدقوخ الزعتر على اليد، يعني بحال تصوب به راسك بحال اللي كنصوبو مصوب. يعني نرجعوا الثقه ديالنا في المنتوج المغربي ياك، داكشي اللي كاين. الله يعطيك الصحه، تبارك الله عليك، ونتمنى نشوفك مره اخرى. لاله حنان بن فضيل جيتينا من مدينه تونات بالتعاونيه، شنو سميت التعاونيه؟ تعاونيه كنز جباله. كنز جباله، وتحيه لكل جبالة المغرب، ومرحبا بالمنتوجات ديالهم في كل انحاء المغرب. نتلاقاو عما قريب ان شاء الله. في انتظار نتعرفوا على حنس يد سيده اخرى هنايا في بلاتو صباحيات دوزام. نمشيو اللحظه عند دكتور فؤاد زهراني وفقره بيئتنا. دكتور زهراني سميرة غادي تقدم معايا الشريحة اليوم ديال تونات ياك؟ من أحسن دكتورة حتى أنت ما نمشيوش بلا شريحة. من أحسن الأنواع ديال الشريحة اللي كاينة عندنا في البلاد هي ديال المنطقة ديال الجبالة ديال تونات. لأن لا بالنسبة للمناخ ديالها لا بالنسبة للوفرة ديالها، وكيفاش أنها يعني كاينة في مناطق اللي حتى هي نقدروا نقولوا بأن كاين المناطق حداها رطبة. ف يعني من أحسن واللي عجبني في هذه الفقرة سميرة هو انه تنشوفوا شي منتوجات اللي كما سميتيها المنتوجات المجاليه، واللي تيديروها ناس اللي هما اللي تيقلبوا على الفرصه باش انهم يخلقوا واحد الفرص ديال العمل بالمنتوجات ديال المحليه الارز ديالهم واللي فيها فائده كبيره لينا كاملين. طبعا هذا الشيء ما فيه شك. دكتور فؤاد الزهراني، قلت لك بان في الكواليس بان الفقره ديال اليوم شويه غريبه عليا، لان كاين واحد اليوم العالمي للمناطق الرطبه. بغيت نفهم شنو تتعنيو بمناطق الرطبه استوائيه ورطبه. ما تنهضروش على الرطوبه. لا الرطبه يعني ليميديتي فيها الرطوبه. وشنو علاقه واش تستاهل اليوم عالمي؟ واش عندها اهميه؟ يعني شرح لي انا بعد قبل من المشاهد او مع المشاهدين. هي تستاهل ايام السنه كامله. هادشي اللي قلتيه في الكواليس. لان ملي تهضروا على اماكن رطبه تهضروا على الماء. فين ما كاين الماء في شي منطقه فهذيك تتصنف منطقه رطبه. يعني ملي تيكون التقاء ديال منطقه يابسه مع منطقه ما، يقد يكون ذاك الماء اللي هو دائم الوجود، يقد يكون ماء اللي هو موسمي، قد يكون ماء اللي جانا مع الشتاء ويعني وتجمع في واحد المكان وجاو طيور، ولكن الدور ديالو انه تيخلق واحد التوازن اللي هو بيئي وتعطينا واحد الحياه وواحد المنظومه ايكولوجيه. والمغرب راه تبارك الله راه فيه بزاف ديال المناطق واخا في ظل هذا يعني الموسم ديال الجفاف، باقي كاينين مناطق رطبه الحمد لله اللي نقدروا نستغلوها ونقوموا بالتثمين ديالها. انت دابا جيتي لذاك البلاصه اللي تهضر، لان ملي تيكون جفاف تتكون تغيرات مناخيه وتيكون هذه المناطق الرطبه كاينه، ولكن تتعاني من العواقب الوخيمه ديال هذه التغيرات المناخيه. وهذا الشيء علاش خاصنا نبقاو نتكلموا على المناطق الرطبه، وخاصنا نردوا لها البال، وخاصنا نحاولوا اننا يعني الا صرنا باش نعاونوها وغادي نتكلموا كيفاش. ولكن نقدروا يعني بحال جاني واحد المثال في دماغي ضايت هو واحد اي موزار منطقه رطبه. منطقه رطبه، وانا فاش ملي كنت صغير وكنا تنمشيو ليها وكانت بحيره كبيره ما شاء الله على مدى السنين تتصغر تتكبر. ما عرفتش دابا واش فيها الماء ولا لا، ولكن واش الانسان المواطن المغربي عنده يد انه يحافظ على الرطوبه ديال هذه المنطقه؟ وغادي نرجعوا وغادي نجيو للسيكل يعني للدوره ديال المياه، وغادي نرجعوا يعني كيفاش من الاول. ولكن الانسان غير ما يلوثش سميره، غير ما يرميش الازبال في ديك الاماكن، غير يخليها انها تكون اماكن اللي فيها واحد التوازن ايكولوجي، وما يجيش يحيد ذاك التوازن اللي هو ايكولوجي. لان تيجيو ملي تنقولوا اماكن رطبه فكاينه معاهده اللي تتحمي هذه الاماكن الرطبه، وهذه المعاهده دارت في 71. داكشي باش نقول لك راه مش حال هذه الناس يتكلموا جوج فبراير 2000 آه 1900
1971 اييه في 1900 يعني دارت قبل قمه الارض ودارت قبل من بزاف ديال الحوايج وعلاش دارت باش انه يكون معايير وتصنف مناطق كانها مناطق رطبه باش نقدروا نحافظوا عليها النوعيه ديالها وعلى حساب شنو اللي تيخليها انها تكون مناطق رطبه لان كاين مناطق رطبه اللي غنلقاو فيها واحد النوع اللي يكون نباتي ولا حيواني اللي قليل ويقد يمشي للانقراض دونك حنا بسبب السلوكيات ديال الانسان وبسبب ايه ملي تنتكلم على السلوكيات الانسان راه الانسان هو اللي دار الصناعه الانسان هو اللي دار التلوث الانسان هو اللي دار بزاف المباشره تنهضر على التلوث مثلا الناس اللي تيمشيو السياح وتيلوثوا هذه واللي تيصيدوا مع مثلا واحد النوع من الطيور اللي هي نادره واللي خاصها تبقى لان عندها واحد الفتره ديال التوالد راه ملي تنتكلم على مناطق رطبه راه ماشي غير المناطق اللي في اليابسه حتى المناطق اللي حدا البحر واش الواحد دخلت في مناطق الرطبه بطبيعه الحال لان فيها مناطق اللي شوف في الصحراء كاين السبخه حتى هي داخله في المناطق الرطبه السبخه هي داك الانخفاض واحد بحال بحيره طبيعيه اللي تيكون فيها الملح يعني تيجي فيها الماء وتتبقى وتخرجوا منها الملحفات هي داخله في مناطق رطبه اذا المناطق الرطبه راه ماشي غير خاص يكون المحلو ماشي يعني فيها بزاف ديال الانواع قد يكون ممالح محلو ما يعني اللي خارج من باطن الارض ما اللي جاي في يعني في الماء ديال السدود دوك البحيرات ديال السدود داخله في المناطق الرطبه مسخون بحال دابا دوك الحامات الحامات اللي جايه من الطاقه الحراريه اللي جايه لنا ومزيان ما فكرتيني في هذا المثال لان هذه واحد لاغيشات عندنا في البلاد مولاي يعقوب واللي ما نهضروش على يعني نخلي الناس اللي مختصين والاطباء هما اللي تكلموا على الدور ديالها المنافع ديالها ولكن مناطق رطبه يعني عندها علاقه بالماء وعندها علاقه يعني بديك المنظومه الايكولوجيه ولا بدوك الانواع اللي فيها ديال 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 الحيوانات اتفاقية مسار مسار على مدينه ايرانيه شنو العلاقه ما بين هذه المدينه وعلاش ايران وعلى علاش رمسار حيت كاينه مناطق اللي هي رطبه وخاصها تحمي راه دارت المعاهده باش تحمي هذه المناطق الرطبه ودونك يعني اتفاقيه اللي هي تنقولوا بانها خاصه يعني هذه الاتفاقيه اللي تنهضروا عليها هي ديال 2 فبراير 1971 سميتها رمسار علاش مدينه ايرانيه الاصل ديال الاسم ولكن اللي تهمنا حنا هو شنو اللي فيها وعلاش وهذا الشيء علاش نقول لك بان فيها بزاف ديال المعايير واللي تتخلينا اننا نصنفوا مناطق رطبه الى جاوا على حسب الارقام اللي هي اوفيسيال عندنا في البلاد فتنتكلموا على تقريبا واحد 300 منطقه رطبه اللي عندنا في المغرب ولكن اللي تصنفات على حساب المعايير ديال هذه الاتفاقيه ديال رمسار فتقريبا عندنا واحد 26 والدوله تطمح انه لان تطمح باش تكون 30 علاش كاين هذا التضارب والتباين ما بين 326 علاش حنا تنشوفوا الرطوبه في بلاصه وهما ما تيشوفوش على حسب الانواع اللي فيها ديال لي سبيس على حساب يعني خاصه كاين شي معايير اللي خاصها معايير اللي خاصها تستوفيها باش انها تصنف ولكن كاع يعني شوف راه نقدروا نتكلموا على البنيه التحتيه خاص تكون لهاد المناطق الرطبه خاص تكون عندها بنيه تحتيه اللي تشجع لا المنتوج الاقتصادي ولا المنتوج السياحي ولا المنتوج الفلاحي يعني خاص يكون تلبي الرغبات وهذا الشيء كامل تيدخل في اطار التنميه المستدامه اللي ما يمكنش تكلمي على تنميه وهي ما تتراعيش انه كاين شق اللي هو اجتماعي وشق اللي هو اقتصادي وشق اللي هو بيئي والشق اللي هو بيئي هو اللي اساسي لانه هو اللي تيخلي الاستمراريه ديال هذه المناطق الرطبه اللي هو اللي غادي يخلي ان الماء يبقى لنا بديك الوفره في ديك المناطق الرطبه هو اللي غادي يخلي ديك الانواع الحيوانيه والنباتيه انها تبقى في ديك المناطق الرطبه واش نمشيو لي زيكوجيست دكتور فؤاد الزهراني تحمقوك لي زيكوجيست حيتهم انا تعجبني العمل يعجبني يعني النصيحه العمليه والفعليه باش نقدروا حنا نساهموا واخا ببساطه واخا بسلوك بسيط جدا اول سلوك خاصنا نمشيو نشوفوا بعد هذه المناطق نمشيو نكتشفوها خاص البنيه التحتيه البنيه واش دير لهم كاينين مناطق اللي فيهم الطرقات بحال ضيس عوار نقدروا نمشيو ضيس عوار ديال ايموزار ديال عين خنيفيس حدا في الصحراء كاينه في الداخله مناطق اللي هي رطبه في الصحراء في بوجدور يعني المغرب ديالنا الحمد لله راه من الصحراء يعني كما تنقولوا من طنجه حتى للقويره فيه بزاف ديال المناطق فاش كنا صغار حنا فين كنا تندوزوا هذيك النزاهه ديالنا في البحيرات في البحيره بحال هكا عين الشفا عين السلطان دايت هو انا تمشي للمنطقه اللي كنت تمشي لها فاش كنت صغيره ولكن كاينين مناطق علاش ما رجعناش ما نرجعوش لهاد الانواع من السياحه اللي هي غير مكلفه ايكولوجيه واللي تتعود علينا بالنفع على الصحه ديالنا وتتعود بالنفع على هاد المجالات يعني هاد المواد الترابيه راه ملي تمشيو لهاد المناطق انا الاول ملي تمشي تنشوفوا دوك الناس اللي تيبيعوا المنتوجات المحليه صحيح ماشي بالسيف عليك بالفرحات عليك تتاخذ لان تتجي وتتاخذ تتحس براسك بان خديتي شي حاجه اللي مزيانه اللي طبيعيه
وانك يعني بحال واخد واحد ذكرى من ديك المنطقه، وحتى ملي تبغي تعطيها للحباب ديالك ولا العائله فتجيب لهم شي شبكه منطقه من البلاصه الفلانيه. انا لحد الان بقى عندي روائح مقرونه مقترنه بهاد المناطق هذه، بحال الريحه ديال الخزامه تفكرني في هاد المناطق اللي درت لك عليها ديال ازير الخزامه، ريحه الشعير الزعتر، يعني هذه روائح تفكرني في هذيك المناطق. وكل هادو كاينين حيت كاينه حداهم مناطق رطبه واللي تتخليهم انهم يكونوا يعني عايشين. من بعد مي غنكتشفوا هاد المناطق يعني تنشجعوا السياحه، راه ساهمنا في الاقتصاد، راه عود ما نمشي انا وناخذ الطياره ونمشي لبلاد اخرى، نمشي نشوف غير المناطق ديالنا. وهذاك البيدجي اللي عندي نحاول انني راه الناس ملي تتهضر معاهم غير الناس راه تقد تكون ما كايناش طريق وتتلقى جيت يعني تتلقى واحد دار ديال الضيافه ودايرينها ناس دايرينها ناس هما بامكانياتهم، وهذيك دار الضيافه كل ما مشاو ليها الناس كل ما تزاد الاستثمار فيها. وليت تنشوف مناطق مثلا في المناطق ديال حدا بين الويدان حدا ازيلال حدا بني ملال، يعني مناطق حدا خنيفره ولات الثقافه في شفشاون ولات الثقافه ديال دوك المنازل بلود طبيعيه واللي يعني ما تتقل ما تتخلوش من يعني من الراحه ومن كل وسائل، وتتاكل فيها طاجين طبيعي وتتشرب ما ديال البلاد. ملي شهيتيني دكتور والله العظيم فكرت دابا شتصك هذو الناس اللي دازين. بغينا الناس بغينا المواطنين يشجعوا هذه السياحه الايكولوجيه في هذه المناطق الرطبه ويخليوا ان احنا ما تنستافدوش غير احنا تنستافدوا لان مشينا نتنفسوا ومشينا يعني نساو داك الضغط ديال الدار البيضاء وديال الرباط وديال المدن الكبيره، ولكن تنساهموا اقتصاديا في الترويج لهذه المنتوجات هذو. وهذا الشيء علاش قلت لك هاد التعاونيات راه عندهم واحد الدور كبير. ومن بعد الا مشينا حنا با كاينين سلوكيات، راه مي تنهضر على الماء راه مي تنحافظ على الماء، يعني تنخلي دوك البحيرات عمرة اللي انا تنستهلك راه تنخليهم عامرين. وخاص غير يعني السلطات هما يديروا الجهد ضروري ديالهم ضروري 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 البنيه التحتيه البنيه التحتيه سميره ضروريه لان مي وهذا الشيء علاش نقول لك راه تنرجعوا تنجي للسياحه الداخليه، راه الا تنمت السياحه الداخليه فالبلاد غيولي عندها غادي يعني واحد العمله اللي تتمشي لها بلايص وحده اخرى، لان عندنا كل شيء، عندنا السياحه الجبليه، عندنا البحر، عندنا الثلج، عندنا الغابات، يعني عندنا الصحراء، عندنا كل شيء. الرطبه كاينه في غابات واللي تتشجع وكما قلنا الا درنا هذيك السياحه الايكولوجيه فواحد الوقيته غتولي عندها حتى سمعه دوليه وحتى الناس راه تيجيو لها. كاينين المناطق سميره اللي تلقاو فيهم السياح الاجانب وما تلقاش فيهم ولاد البلاد. انا هذه تضرني في خاطري ومي تتكلم ما تعرفوش حتى الاسماء ديالهم. يعني ماشي في مره ما في جوج بحكم العمل وبحكم ان تخرجوا يعني للتيرا فتنشوف شي مناطق اللي تتلقى فيها اجانب وسياح اجانب وجايبهم الجماليه ديال هذيك المناطق الطبيعيه وحنا اللي عندنا في البلاد حيت حنا ولا فينا شي شويه الفشوش ياك، حيت حنا دابا متبعين الموضه. الا شديتي الطياره ومشيتي للمدينه الفلانيه ودرت فيها واحد التصويره وتنساو بان هذيك العلاقه الوطيده مع الطبيعه راه هي الحلاوه ديال السفر. الوغ التصويره هذاك السيلفي في الطبيعه يعني وحده واحد الخبز اللي هو ديال طبيعي وحده منتوجات اللي هي طبيعيه فراه شي حاجه اللي تتروج كما قلت لك للسياحه ديال البلاد وتتخلينا اننا نستافدوا. صيفطوا لنا تصاوركم يلا اللي مشى شي منطقه بحال هذه صيفط لنا التصاور ديالو ما كراش انايا يعني كل نتشجعوا بعضياتنا وندير واحد الحمله ديال انا زرت المنطقه وواحد ينصح الاخر بهذه المناطق. وتبارك الله كاينين استضفنا مؤخرا سيد اللي تيدير تسلق الجبال ولي غوندوني، يعني نقدروا نستافدوا حتى صحيا نقدروا نكتشفوا هذه المناطق مع الناس اللي مختصين في الميدان اللي تيديروا لي غوندوني. وهذه المناطق ملي تمشيو لهم مع وليداتنا فتنحببوا وليداتنا في بلادنا وتنخليهم انهم يعرفوا بان البلاد راه فيها بزاف ديال الحوايج، راه بلادنا سميره ونحبوا بعدا غير في الطبيعه باش يحافظوا عليها. الطبيعه فيها الثلج وفيها الصحراء وفيها الجبل وفيها مناطق منخفضه ومناطق يعني فيها تنوع جغرافي وتنوع اللي هو ايكولوجي اللي ما كاينش بزاف ديال البلدان. خاصو غير شويه ديال كما قلنا هاد لي زيكوجيست حنا كمواطنين، وانا تنقول ليكوجيست الاول هو نشجعوا هاد السياحه نمشيو هاد السياحه الداخليه. واضح. تنشكرك بزاف دكتور فؤاد الزهراني، انا متاكده دكتور نادي غادي تمشي حتى هي خصنا نمشيو كاملين في كل صراحه. علاش لا نمشيو ان شاء الله. شكرا لكم ونتلاقاو غدا مشاهدينا، غادي نتكلموا في فقره الصحه مع الدكتوره ليلى بشرى. بقيتي معايا الدكتوره نادي مزيان، غنتكلموا على مرض الزونه. المصممه سميره بقباشي غتكون ضيفه على ليلى حدي وفقره قفطان صباحيه دوزام الكل طبعا، والمزيد دائما برنامجكم الاسري والنسوي بامتياز صباحيه دوزام. إلى اللقاء.